أيضا نقرأ في موقعنا على الإنترنت: رئيس الأركان: الجيش ملتزم بواجباته الدستورية. جدد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين التزام القوات المسلحة بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية في حماية البلاد ورعاية مكتسبات شعبها، استنادا على موقفها النبيل وانحيازها لخياراته السياسية ورغبته وإرادته في التغيير. وخاطب الحسين الأحد الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة السادسة مشاة بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر في زيارة تفقدية ضمن جولاته التفقدية للوحدات في مختلف أنحاء السودان. وقال إن القوات المسلحة بقوميتها وثقة أهل السودان تستطيع أن تحافظ على البلاد وتردع كل من يحاول الاعتداء عليها وعلى مكتسبات شعبها ومقدراته. وشدد رئيس هيئة الأركان على التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار. وقال الحسين إن وقف إطلاق النار الذي يمثل أولى وأهم الخطوات لتحقيق السلام، الذي يعتبر الهدف المحوري والرئيسي للدولة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد. من جهة أخرى، امتدح رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الأدوار التي تطلع بها قوات الدعم السريع وإسهاماتها في المجالات كافة، وهي تمضي إلى جانب الجيش في العمل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وقال لدى مخاطبته منسوبي قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور بالفاشر إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بدأت مشوارا تاريخيا يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون لأجل حماية السودان والدفاع عنه وضمان الأمن والاستقرار لمواطنيه. وعدد المواقف التي تنم عن وحدة الهدف والواجب والمصير التي تجعل كافة القوات النظامية في خندق واحد تؤدي واجباتها المنوطة بها. يعني مثل هذه التصريحات وهذه الزيارات المهمة وهذه التصريحات التطمينية، هل تجبر الهوة يعني التي فعلا بدأت تتقلص ما بين مدنية وعسكرية يعني حتى الآن وتضرر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا؟ يعني هو أنا بفتكر الهوة دي أساسها مساسة أيديولوجي متطرف يعني، ولم يعني لن يعود هناك مكان للأيديولوجيا المتطرفة في مستقبل بلداننا يعني. بصراحة نقولها بصراحة، لأنه الآن الحكم يعني إحنا الآن نسعى لأول مرة أن نخرج من الدائرة الخبيثة ديمقراطية عسكرية. الجيش كان يعني لم يكن في يوم من الأيام أصلا متآمر على الـ على الـ على الحكم، إنما كانت بتقود صراعات الأيديولوجيا المدنية يعني. وأنا بفتكر إنه كلام مطمئن جدا جدا، وحتى الصيغة الديمقراطية اللي نحن بننشدها في الفترة القادمة هي صيغة لا تستثني القوات المسلحة تشارك فيها بشكل ما، ولا تستثني القوى الحديثة التي لا جماهير لها أيضا. يعني كانت الديمقراطيات دائما بعد الحكم العسكري بتجي ديمقراطية، بيجي الولاء التقليدي، خلينا نقول في بلداننا دائما الولاء طائفي أو عشائري أو كده، بتجي بالولاء التقليدي ده بتعزل القوى الحديثة سواء كانت جيش أو قوى حديثة يعني مركزية، يعني ما بكون عندها جماهير، دين بيكونوا بعيدين عن النظام الديمقراطي، ما بيكونوا مشاركين فيه، بتكون في حساسيات. انا بفتكر انه النظام الديمقراطي القادم هو نظام فيه تمثيل نسبي، سيستوعب القوى الحديثه اللي ما عندها جماهير بتسمح لها بانها تفوز وتجي، وبيستوعب القوات المسلحه. وانا بفتكر حتى الان سلوك القوات المسلحه من انحيازها للجماهير حتى هذه اللحظه سلوك راغي جدا جدا، وبيوري انه هي بتحترم خيارات الناس وكذا وكذا. وحتى تدخلاتها البسيطة اللي ممكن الناس في ناس في لحظة تطرف عدوها يعني وصاية، هي لم تكن وصاية ولكن كنا نحن في حاجة لها يعني. لأنه إذا 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 القوات المسلحة تركت البلد دي منذ الاعتصام حتى هذه اللحظة هكذا لأي زول ينفذ أجندته حتى الآخر، كانت البلد دي راحت فيها يعني. بص يا شيخ، يعني نحن لما مشينا القيادة العامة وقيم اعتصام القيادة العامة، لأن العشم كان كبير جدا في القوات المسلحة والناس كانوا مدركين هذه المسؤولية التاريخية وظلت مكانتها في وجدان السودانيين موجودة يعني. فض اعتصام القيادة العامة يعتبره البعض شرخ أو تغبيش لهذه الصورة. كيف نحن ننظر للصورة دي من زاوية أوسع وأشمل؟ وبعد ذلك تبقى فكرة فض اعتصام القيادة العامة ده موضوع الآن فيه لجنة تحقيق تجري فيه، هناك إجراءات ستتخذ، يعني المؤسسة العسكرية تحدثت عن أنه من أجرم سيحاسب يعني مهما كانت رتبته أو مهما كانت مكانته. كيف نصل لهذه الصيغة
الصيغة التسامحية لنظرتنا للقوات المسلحة نحن كمواطنين يعني مرة أخرى؟ يجب أن نوقن أولا أن القوات المسلحة الشريحة الوحيدة من الشعب السوداني المتضررة الأولى من أي انقسامات داخل المجتمع السوداني، من أي استقطابات سالبة، من أي تطرف، من أي مظالم، حتى إقصاء. الإقصاء عندنا نحن كمدنيين أنك أنت بسهولة بتقصي الطرف الآخر وبتستولي على الأمور وكذا وكذا، لكن الإقصاء ده بيولد احتقانات وبيولد حروب تدفع ثمن القوات المسلحة. يجب أن نوقن أن القوات المسلحة دفعت في خلال الحكم الوطني كل إفرازاتنا السالبة بتاعت صراعاتنا وإقصاءنا. دفعت الفاتورة في النهاية. نعم دفعت الفاتورة، وأنه نحن محتاجين كثير جدا أنه يعني لثقة متبادلة يعني حتى نعبر للديمقراطية القادمة يعني.